بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا آية الكرسي، سورة الإخلاص، المعوذتين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله عندنا المحاضرة رقم 2 في الفيزياء الحديثة. النهاردة إحنا هنقسم الفصل إلى 3 أقسام. القسم الأولاني خلص، القسم الثاني النهاردة هنشوف كده هيتكلم عن إيه. بس عندنا مقدمة الأول كده. أول حاجة في المقدمة، تحتوي المعادن على أيونات موجبة وإلكترونات حرة تتجول داخل المعدن. الكلام ده مش جديد، ده في المحاضرة زيرو في الكهرباء اتكلمنا فيه، وقلنا يا جماعة انه الذرات بتاعت الفلزات او الذرات بتاعت المعادن هي ذرات فلزية. فالذرات الفلزية دي عشان توصل للاستقرار بتميل الى الفقد، تمام؟ فكل ذرة بتفقد الالكترونات اللي في المستوى الخارجي، وبعدين تتحول الذرات دي إلى أيونات موجبة، وتلك الأيونات الموجبة تتحرك فقط حركة اهتزازية، تمام؟ وطبعا في روابط بتربطها، يعني مش هيبقى بينها تنافر كهربي فقط وبالتالي المعدن هيتدمر من بعضه. لا، في روابط تانية فيزيائية موجودة ما بينها متسببة في تماسك المعدن، تمام؟ يبقى بين كل ذرات المعدن فيه روابط فتسبب تماسك المعدن. طيب لو بصينا كويس هنلقى انه الذرات اللي في النص دي او الايونات اللي في النص عاملة روابط من جميع الجهات، انما اللي بره يعني الذرة دي مثلا ينقصها هنا رابط، فهي هتحاول او يعني هي عايزة تجذب اي شيء نحو الداخل لكي تحصل على الاستقرار. طيب يبقى ذرات السطح من جميع الجهات تحتاج الى ما تجذبه نحو الداخل لكي تحقق الاستقرار اللي هو في الطرائف الروابط بتاعتها. طيب انا عندي الكترونات تحررت من الذرات وبتتجول داخل المعدن، هذه الالكترونات الموجود منها قرب السطح هيحاول أثناء حركته إن هو يخرج. طب لو جه يخرج من سطح المعدن هيلاقي قوة تانية بترجعه مرة تانية اللي هي قوة الجذب اللي حوالين المعدن دي. فعشان كده بيقول لحضرتك إيه الكومنت رقم 2، لا تستطيع الإلكترونات الحرة مغادرة سطح المعدن بسهولة. ليه؟ لوجود قوى جذب تعمل نحو الداخل وتمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. تلك القوى اسمها حاجز جهد السطح، وتسمى بحاجز جهد السطح. يبقى أنا عندي مصطلح اسمه حاجز جهد السطح، هو قوة جاذبة تعمل نحو الداخل تمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. طيب قبل ما أكمل كلامي عندي تعليق 2-3. التعليق الأولاني إن الإلكترونات اللي موجودة في المعدن دي طاقتها لها قيمة سالبة، وده كلام مهم جدا وجديد على ودان ناس كتير. بمعنى
دلوقتي هل ينفع حد يبقى معاه فلوس بالسالب؟ لو هو مديون. في ناس في السجن مسجونة عشان عليها فلوس، فلو سألته انت معاك كام هيقولك انا معايا سالب 100,000 جنيه، سالب 200,000 جنيه. طب هل ممكن الالكترون يبقى معاه طاقة بالسالب؟ طبعا. الالكترون اللي في الذرة اللي هو يعني داخل كيان الذرة ده طاقته بالسالب، وهو كلما كان قريبا من النواة كانت السالبية دي اكتر، وكلما كان قريبا من سطح الذرة تقل السالبية. طيب طالما هو محبوس يبقى هو ايه؟ طاقته سالبة، ماشي. طب هو لو خرج من الذرة زي الالكترون الاحمر ده، هو هنا محبوس ولا مش محبوس؟ محبوس جوه المعدن، بيتحرك داخل حدود المعدن فقط، فتبقى عارف ان طاقته بالسالب مش بالموجب. طيب الكلام ده هنعوزه بعد شوية. ده الكومنت الاولاني. الكومنت التاني، لما تيجي تتكلم على الطاقة في مجال الالكترون ومجال الذرة لازم تختار الوحدة المناسبة. فمثلا انا لما اجي اقيس اطوال داخل الذرة مش هينفع الكيلومتر والمتر، انما ينفع الانجستروم والنانو. طب بالمثل لما اجي اقيس طاقة داخل الذرة ما ينفعش الجول لانه هيبقى كبير جدا. عندي وحدة ملائمة لقياس الطاقة في مجال الذرة والالكترون هي الالكترون فولت. طب ايه الفرق بين الجول والالكترون فولت؟ اللي بيحب يفهم هقول له. الجول تخيل كده معاك انت طبق مثلا، بس حطينا فيه الكترونات، في كم الكترون؟ بالظبط 6.25 في 10^18 الكترون. الرقم ده بيمثل الكولوم. لو نقلناه بين نقطتين فرق الجهد بينهم 1 فولت، يبقى الشغل اللي احنا بذلناه اسمه 1 جول. اما لو كان الطبق فيه الكترون واحد بس ونقلناه بين نقطتين فرق الجهد بينهم 1 فولت، يبقى اذا الشغل اللي احنا بذلناه اسمه 1 الكترون فولت. اذا الجول والالكترون فولت نفس التعريف على فكرة، الفرق كلمة واحدة بس، كلاهما هو الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية قدرها نقط بين نقطتين فرق الجهد الكهربي بينهما 1 فولت. وانت بتعرف الجول هتقول مكان النقط دي كولوم، وانت بتعرف الالكترون فولت هتقول مكان النقط ديت ايه؟ الكترون. طيب بالمنطق كده يبقى النهون اكبر، الجول ولا الالكترون فولت؟ لا طبعا الجول. قد الالكترون فولت كم مرة؟ 6.25 في 10^18. طيب يعني انا لو بذلت شغل قدره 5 جول ابقى انا بذلت شغل قد ايه بالالكترون فولت؟ فانا هحط الجول هنا والالكترون فولت هنا واسال نفسي من الجول الالكترون فولت هضرب في 6.25 في 10^18. طب وانا ماشي بقى من الالكترون فولت للجول هقسم على الرقم ده، انت تعرف مقسوم الرقم ده اللي هو وكانك بتضرب في 1.6 في 10^19. انا شرحت عشان ما تبقاش انت حافظ وخلاص، واللي عاوز يحفظ خلاص. يبقى هو من الالكترون فولت للجول هتضرب في شحنة الالكترون زي ما انت بتسميها. طيب يبقى ده الكومنت رقم 2 من اصل 3. كومنت رقم 3 بقى هنقرأ تاني الحتة الاخيرة دي، ولكن لا تستطيع الالكترونات الحرة مغادرة سطح المعدن بسهولة. كلمة بسهولة بتوحي لأي حد مركز ان هي هتقدر تخرج ولكن مش بسهولة. فهنحط بقى هنا نقول ايه؟ تستطيع الالكترونات الحرة مغادرة سطح المعدن اذا امتلكت الطاقة الكافية لذلك. زي ايه الطاقة دي؟ ضوئية او حرارية. يعني انا لو سخنت المعدن ممكن الكترونات من سطح المعدن تاخد طاقة وتخرج من المعدن، ولو اسقطت ضوء على سطح المعدن ممكن الكترونات تاخد طاقة وتخرج من سطح المعدن. طيب يبقى انا عشان كده اقدر اقول الخروج من المعدن ممكن يتم بطريقتين. عندي حاجة اسمها انبعاث الكتروني حراري او تقدر تسميه كهرو حراري، وعندي انبعاث الكتروني ضوئي او تسميه كهرو ضوئي. الاتنين تعريف شبه بعض، هو تحرر الكترونات من سطح المعدن. على اليمين هقول بسبب تسخينه، على اليسار هقول بسبب ايه بقى؟ سقوط الضوء على سطح المعدن. وهما دول المحورين بتوع المحاضرة النهاردة، انه الالكترونات اللي هتخرج من سطح المعدن بالطريقة دي هل ليها توظيف عندنا؟ تعال ندخل في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان بتاعي اسمه انبوبة اشعاع الكاثود.
عشان ما ننساش حاجة، فهنقسم اسم ثم فكرة ثم استخدام ثم تركيب ثم عمل، ده فريق. ثم سؤال على المجال الكهربي والمجال المغناطيسي، ده فريق تاني. الفريق الثالث وده مهم جدا، عندي قانون وعندي عليه أسئلة ومسائل وبياني. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب رزقنا الفهم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنبوبة إشعاع الكاثود، تعال كده ندقق في الاسم هنلاقي كده فيه لخبطة. الأنبوبة دي كلمة عربي، إشعاع عربي، الكاثود ده إنجليزي. طب هنخليها كلها إنجليزي كده، كاثود ري تيوب، يبقى سي آر تي. أنت مطلوب منك تحفظ إن أنبوبة إشعاع الكاثود يبقى رمزها أو الاختصار بتاعها سي آر تي. ثانيا تعال بقى نقولها بالعربي، أنبوبة إشعاع المهبط، يعني اللي موجود ده أشعة المهبط، أشعة الإيه؟ المهبط. طيب أنا ليه بدقق على الكلام ده؟ صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. يا سيدي دلوقتي إحنا المحاضرة اللي فاتت قعدنا نقول كلمة إشعاع الجسم الأسود، وقعدنا نحصر فكرنا إن الإشعاع اللي خارج من الجسم هو موجات كهرومغناطيسية، ونصب كل الفكرة في الحتة دي. النهاردة طبعا من حقك أنت إن أجي أقول أنبوبة إشعاع الكاثود مخك هيروح ناحية الموجات الكهرومغناطيسية، لا، أشعة المهبط، أنبوبة إشعاع المهبط. طب هو إيه أشعة المهبط؟ أنت خدتها بكده إلكترونات، يبقى دي أنبوبة فيها إلكترونات، يعني انسى دلوقتي خالص موضوع الموجات الكهرومغناطيسية، تمام؟ يبقى الاسم هنا عشان بس دماغك تتوجه صح وانت بتفكر معايا في الاسم، انه هي انبوبة الالكترونات. طيب يبقى ده كده اللي انا عايزه من الاسم. ثم الفكرة، هي هتبقى انبوبة مليانة الكترونز ماشية، تمام؟ هتجيبها منين الالكترونز؟ هتجيبها المرة دي بالانبعاث الكهروحراري. يبقى الفكرة هنا ان انا هخرج الكترونات من سطح المعدن عن طريق تسخينه وتختصر الى الانبعاث الكهروحراري. يبقى فكرة السي ار تي تعتمد على الانبعاث الكهروحراري. ثم الاستخدام، تعال بقى عشان نشوف الاستخدام. كتاب الوزارة كاتب تستخدم في شاشة التلفزيون والكمبيوتر، ونسي يكتب القديم، لانه طبعا هذا الكلام لا يخص التلفزيون الجديد اللي هو احنا بيبقى عندنا في البيت اللي هو الشاشة الرفيعة دي، ولا الكمبيوتر اللي شاشته رفيعة، ده بيخص التلفزيون القديم والكمبيوتر القديم اللي هو شكله ايه، اللي هو المقطع الجانبي ليه بيبقى شكله عامل كده، تمام؟ واحنا مكان جلوسنا ورؤيتنا ليه من هنا، وبتبقى الشاشة بتاعته بيبقى محدبة دايما كده، لانها اصلا جزء من انبوبة كبيرة كده اهو، هي دي بقى السي ار تي. يبقى السي ار تي تستخدم في شاشة التلفزيون وشاشة الكمبيوتر القديم، عشان وانت برضو بتعمل اسقاط ما تفكرش ان التلفزيون اللي عندك في البيت دلوقتي دي فكرته. طيب التركيب بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. التركيب دي أنبوبة زجاجية مفرغة. طيب أول حاجة يعني إيه فرغ وليه فرغ؟ يا سيدي هو أنا لو معايا إزازة مية شربتها خلاص، وبعد ما خلصتها قفلت الإزازة تاني، الإزازة فارغة من الماء ولكن مملوءة بالهواء، الهواء جزيئاته تتحرك حركة عشوائية سريعة، تتصادم مع الجدران من الداخل تصادمات عشوائية، القوة التي تسببها هذه التصادمات تمثل ضغطا داخليا من الداخل، ده اسمه الضغط، وهو متساوي مع الضغط الجوي، عشان كده الإزازة محتفظة بكيانها رغم أنها ضعيفة جدا. طيب لو أنا بردت هذا الهواء المحبوس جوه، يبقى معدل الحركة بتاعته هيتباطأ، فمعدل التصادمات بتاعت مع جدران الإناء هتتباطأ، يبقى كده الضغط قل. أو لو سحبت جزءا من جزيئات الهواء من الداخل، تمام، يبقى كده عدد كرات الغاز قلت، فيبقى معدل التصادمات قلت، يبقى الضغط قل. لو فضلت أسحب لحد ما شفطت كل الهواء اللي جوه، كده بقى اللي جوه اسمه فراغ، والضغط بقى زيرو. الإزازة طبعا لو بلاستيك هتتكرمش، عشان هيبقى في ضغط من بره ومفيش ضغط من جوه. طب افهم من كده ان دي انبوبه زجاجيه، الزجاج بتاعها لازم يبقى قوي عشان يتحمل فارق الضغط ما بين الضغط الجوي من الخارج والفراغ من الداخل. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا ليه محتاج للفراغ؟ طالما في الكترونات هتمشي، اعرف ان هي لازم نفرغ لها الطريق.
طيب وقبل ما اشتغل برضو عاوز احط في ذهنك حاجه مهمه قوي اللي هو ايه بقى. انت طول عمرك يا سيدي لما تيجي تتعامل مع الدائره الكهربيه بتبقى عارف ان الالكترونات ماشيه جوه الانفاق اللي في السلك، ماشيه كده في السلك، تمام؟ طب ايه رايك ما فكرتش مره ان احنا نخلي الالكترونات ايه تتحرك كده في العراء؟ ما ينفعش. عشان تنفع يبقى انا بحط هنا انبوبه واشيل الهواء منها، يبقى ده اسمه ايه؟ فراغ. طب تخيل كده القطب السالب دوت هيزق يزق يزق، طب ما هو الالكترونات اللي هنا هحط حته معدن كبيره كده ودي هسميها كاثود. الالكترونات لما تتزق بالسالب كده هتتحشر في المعدن، ما تعرفش تخرج من سطحه. عشان تخرجها من سطحه يبقى السطح ده يتسخن عشان تساعد الالكترونات على الخروج من سطحه، او تسقط عليه ضوء، وفي كلا الحالتين هيبقى اسمه كاثود. لو انت سخنت او اسقطت ضوء هتخرج الالكترونات. بعد ما تخرج انت محتاج بقى تخلي الالكترون ياخد رحله من الكاثود للانود اللي متوصل بالموجب ده، فبيبقى في فرق الجهد، ده سالب وده موجب اهو. هذا الفارق في الجهد بيدي طاقه حركيه، يعني طاقه كهربائيه تحول طاقه حركيه، تخلي الالكترون يجري ويبقى عمال يلف كده. يبقى احنا امام نوع اخر من الدوائر الكهربائيه المغلقه، ولكن بيبقى في جزء من دوران الالكترون في الدائره داخل الفراغ. طيب وما ينفعش يبقى هواء، عشان الالكترون هو ماشي هتبقى مقاومه الهواء بالنسبه له لا نهائيه، وكمان هيصطدم بجزيئات الهواء. فلازم يبقى طالما في الكترونات هتمشي يبقى انا لازم اخلي الضغط منخفض جدا او فراغ. ماشي، يبقى دي اول حاجه الشكل الخارجي، دي انبوبه زجاجيه مفرغه. طيب ندخل على الموضوع بقى، هنقسم الموضوع الى ثلاث اجزاء. حاجه هنا اسمها المدفع الالكتروني، بسم الله الرحمن الرحيم، المدفع الالكتروني. نمرة 2 عندي نظام تحريك الشعاع. نمرة 3 عندي شاشة فلوريسية. هبتدي من عند الشاشة، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نراقب الشاشة من هنا ماذا نرى؟ نرى الشاشة وهي التلفزيون منطفئ معتمة، نشغل تنور عشان فيه هنا مادة فلوريسية لما تصطدم بها الإلكترونات بتضيء، يبقى ده رقم واحد. طب أنا بقى لو قربت عيني كده ودققت، خدوا بالكم الكلام هنا على التلفزيون الأبيض وأسود القديم، لو دققت هتلاقي مربعات صغيرة جدا، كل الشاشة مربعات صغيرة جدا. طيب لو تخيلنا إن احنا ثبتنا الصورة وفحصناها هتلاقيها مربعات صغيرة جدا كلها مضيئة ولكن بدرجات إضاءة مختلفة، فمع بعضها تشكل الصورة. طيب كيف يحدث هذا؟ صلي على النبي ونعلمك صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، لو أنا مثلا الصبورة دي فعليا كده هي أنا مقسمها مربعات صغيرة، تمام؟ لو أنا ماسك خرطوم مية في إيدي بتندفع منه المية بقوة وليه مزاج كده أعد المية على مربع مربع من غير ما أنسى مربع، يبقى لازم عملية المسح تبقى منظمة، يا إما أمشي صف صف كده، تمام؟ وبعدين أنزل وبعدين أخد الصف الثاني وبعدين أنزل وبعدين أخد الصف ده كده، أو حتى أخدهم عمود عمود، يعني أعمل كده وبعدين أخد كده وأطلع كده. يبقى عملية المسح لازم تبقى منظمة. شعاع الإلكترونات اللي هينطلق من هنا بيعدي على المربعات دي كلها مربع مربع كده، يعني كأنه بياخد كده أهو ثم كده ثم كده أو بالطول، تمام؟ يبقى في عملية مسح، تمام؟ تام عن طريق الشعاع الإلكترونات بيصطدم بجميع مربعات الشاشة. طيب كمان خد بالك إنه ده بيتم بشدات مختلفة، لأنه عشان مربع يبقى مضيء بزيادة يبقى لازم الإلكترونات تبقى شديدة، مربع مضيء نص نص الإلكترونات تبقى نص نص في شدتها، طب مربع مضيء إضاءة ضعيفة يبقى شدة الإشارة ضعيفة. طيب يبقى أنا دلوقتي عندي إلكترونات شغالة، تمام؟ وكأنها مدفع كده شغال بيضرب بشدات مختلفة فبتضيء كل المربعات. طيب هل نلاحظ هذا نحن؟ لا. ليه؟ لأن الفيلم ده بيتم بسرعة جدا. بسرعة ازاي يعني؟ يعني تقريبا كده بيخلص مسح الشاشة كلها في 1/25 من الثانية تقريبا، فإدراك العين مش هيلحق يدرك هذا الكلام، يعني اللقطة كلها بتكتمل في 1/25 من الثانية، ويبقى اللي قاعد هنا تعرض عليه اللقطات بسرعة 25 صورة في الثانية، فلا يدرك هذا التقطع لأن العين تفقد القدرة على الصور
المتقطعة بعد 16 لقطة في الثانية تبقى خلاص تبقى العين شايفاها كده ايه حاجات متصلة ببعضها. انت لو نظرت لريشة مروحة وهي بتدور في بداية الامر بتلاقي كل ريشة واضحة قدام عينك، بعد سرعة معينة بتلاقي خلاص الريش دي كأنها صينية كده مش واضحة بالنسبة لك. بنفس الوضع هي لما تتخطى يعني سرعة الريشة لما تعدي من نقطة معينة اكتر من 16 مرة في الثانية خلاص العين اختلط عليها الامر. هنا برضو لما تعرض الصور الثابتة المتقطعة بمعدل أكثر من 25 لقطة في الثانية يبقى من يرى من هنا هيراها صورة متصلة متحركة. طيب دي الشاشة الفلورسية. طب كيف يتم هذا الإبداع؟ في عندي فريقين عمل، المدفع الإلكتروني. المدفع الإلكتروني ده له طقم مدفع ثلاث حاجات. بص يا سيدي هترسم زي اسطوانة صغيرة ثم اسطوانة كمان ثم اتنين كمان فاحنا عملنا اربعة. طيب مين بقى دول؟ ده لوحده كده كاثود ودي لوحدها شبكة والاتنين دول سوا اسمهم انود. يبقى ده أسماء فريق العمل. من هو الكاثود؟ سطح معدني يتم تسخينه لتنطلق منه الإلكترونات. كيف يتم تسخينه؟ في فتيلة من التانجستين لها مصدر كهربي لوحدها كده يجوز أنه يبقى مستمر ويجوز أنه يبقى متردد لأن أنا عايز طاقة طاقة حرارية والاثنين بيطلعوا طاقة حرارية. طيب الكاثود هذا يتصل بقطب سالب والآنود ده بقى بيتصل بالقطب الموجب والاثنين بتوع مصدر مستمر مصدر مستمر فرق جهده عالي جدا. اول تعليق عالي جدا بيوصل لحوالي 10,000 فولت ممكن. تاني تعليق ليه؟ لاني محتاج الكترونات سريعه جدا ومن قانون بقاء الطاقه انت محتاج طاقه حركيه كبيره يبقى انت عايز طاقه كهربائيه كبيره. طيب ليه انا عايز الكترونات سريعه؟ عشان تتم المهمه اللي انا حكيتها دي بالسرعه ديت فانت كده كده محتاج هنا الكترونات سريعه جدا. ماشي. طيب الالكترونات هتخرج من الكاثود هتمر على الشبكه. الشبكه دي بقى هتعمل ايه؟ الشبكه دي متوصله بجهد سالب لوحدها كده والجهد السالب دوت متغير القيمة. في اللحظة اللي السالبية بتاعتها هتزداد يعني هتعمل تنافر قوي مع الإلكترونات اللي جاي يبقى لن تسمح إلا بمرور القليل من الإلكترونات فتبقى الإشارة ضعيفة فتعمل إضاءة ضعيفة على البقعة اللي هتسقط عليها. وفي اللحظة اللي السالبية هتقل يعني ما تبقاش سالبة قوي يبقى هتفوت الكترونات كتير فتبقى شدة الإشارة شديدة تبقى شدة إضاءة البقعة كبيرة. طيب ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشبكة دي وظيفتها التحكم في شدة تيار الإلكترونات أو التحكم في شدة الإشارات الكهربية. تاني حاجة توصل الشبكة بجهد دائما سالب. ثابت ولا متغير؟ متغير من لحظة إلى أخرى. هيقول لحضرتك إذا زاد جهد الشبكة إيه اللي يحصل؟ تعال نحلل الكلام. زاد جهد الشبكة يعني نفترض أنه كان سالب 4 أصبح سالب 2 يبقى السالبية تقل ما هو طالما زاد تمام يبقى كده هيسمح بمرور إلكترونات أكتر فتزداد شدة الإشارة الكهربية تزداد شدة الإضاءة. طب إذا قل جهد الشبكة إذا قل جهد الشبكة إذا زادت سالبيته ولو زادت سالبيته إيه اللي هيحصل؟ لو زادت السالبية يعني هو هنا هيتنافر أكتر فهتقل شدة الإشارة الكهربية وبالتالي تقل شدة الضوء على البقعة.
ثم الانود الالكترونز ديت هتعدي على الانود وهتكمل مشوارها، لان احنا بنحمل الانود او بنحط حواليه جهد ايقاف سالب يمنع دخول الالكترونات عليه مباشره، وبنخلي الشاشه موجبه اصلا، فيبقى الالكترونات مع سرعتها الكبيره هتصل الى الشاشه وتضيء النقطه المركزيه دلوقتي اللي في نص الشاشه. كده الالكترون تم مهمته، تمام. وبعدين هيروح فين بقى؟ بعد ما بيخبط هنا، تمام، بيسحب الى القطب الموجب. هو قايل لك كده في الكتاب، والموضوع سهل خالص. قال لك ايه؟ والشاشه موصله بالقطب الموجب مما يسبب تيارا في الدائره الخارجيه. يعني الالكترون بيتسحب كده في هنا، مسحوق كربوني كده، هو يسحب لحد الايون، لحد الايه، المصعد ده، وبعدين يمشي الالكترون من جوه، وبعدين يخش يرجع على الكاثود تاني وياخد لفته. إذن دي مسار مغلق. ويبقى أنا كده حليت مشكلة عند اللي مركز منكم. اللي مركز منكم كان هيقول جوه نفسه، هو الكاثود ده إلكتروناته مش هتخلص، يبقى أنا كده جاوبته إنها بتلف لفة كاملة. كمان ده مسار مغلق لأن ده تيار كهربي، بس أنا زي ما شرحت لك في المقدمة إنه جزء منه ماشي في الفراغ. طيب كمان بتلاقي ممكن في بعض المسائل يقول لك كانت شده تيار الالكترونات. طب هو هيجيب تيار الالكترونات منين؟ من اي جزء من الدائره الخارجيه، لان هو تيار واحد. طيب اخر بوينت، يبقى المدفع الالكتروني على بعضه، تمام، اللي هو عناصره دي بقى عمل لي ايه؟ ده مهمته انتاج حزمه من الالكترونات، مالها؟ سريعه جدا. وايه تاني؟ ومتغيره الشده لحظه بلحظه. طيب بس هو لوحده هيضيء لك النقطة المركزية فقط، فاضل بقى عملية المسح. مين اللي هيساعدك فيها؟ نظام تحريك الشعاع. نظام تحريك الشعاع يا سيدي، هنلاقي ان احنا عندنا الجزء الاول منه عبارة عن مجموعة من الالواح الافقية. هذه الالواح الافقية بتعمل ايه بقى؟ صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. لو انا تصورت ان اللوح الفؤاني ده موجب واللوح التحتاني ده سالب، هتتصور انت في اللحظه الاولى انه الالكترون دوت ممكن يخبط في الموجب ده، يتلزق فيه. ده كان هيحصل لو بطيء، انما ده سريع جدا، يا دوبك هيتاثر بقوه الى اعلى شويه تتسبب في انحرافه، فيخبط بدل النقطه دي يخبط هنا شويه. طب لو انت زودت فرق جهد يخبط فوق شويه، زودته يخبط فوق شويه، زودته يخبط فوق شويه. طب لو انت خليت قيمته ثابته، ده معناه انه هيخبط في بوينت ثابته، انما احنا بنخلي قيمته متغيره. هذه القيمه شكلها ايه بقى؟ الجهد هيزيد وبعدين يقل مره واحده، يزيد ويقل مره واحده، يزيد ويقل مره واحده، يزيد ويقل مره واحده. ده مش علينا يا جماعه، ده اسمه اسنان المنشار. الجهد ده بص، وهو بيزيد بياخد الايه؟ الالكترونز لفوق، وبعدين ينزل مره واحده، ثم يزيد وياخدها تاني لمرة واحدة. طب كده هيطلي عمودا واحدا من المربعات. طيب انا محتاج بقى مع كل نقلة ازيحه يمينا شوية او يسارا شوية على حسب الترتيب. فاحنا هنا محتاجين للمجموعة الثانية. المجموعة الثانية عبارة عن الواح رأسية مسؤولة عن التحكم في ايه؟ في الحركة الافقية للالكترونات. ويتناغم او تتناغم المجموعتين، المجموعة اكس والمجموعة واي. دي مجموعة اكس ودي مجموعة ايه؟ واي. بيعملوا ايه الاتنين؟ دول مع بعض كده اسمهم نظام تحريك الشعاع، عبارة عن مجموعتين من الالواح، تمام؟ الواح افقية والواح رأسية. الالواح الافقية تتحكم في الحركة الرأسية للمسار الالكتروني. طب والالواح الافقية الرأسية تتحكم في الحركة الافقية. طيب الاتنين مع بعض بيتحكموا في مسار حزمة الالكترونات حتى تمسح الشاشة نقطة بنقطة، ويمكن استبدالهم بمجموعتين من الملفات تنتج مجالا مغناطيسيا، فهو ايضا يؤثر على مسار الالكترونات. اذا عرف نظام تحريك الشعاع. نظام تحريك الشعاع ما هو الا مجموعتين من ايه او مجموعتين من ايه؟ مجموعتين من الملفات او مجموعتين من الالواح، تمام؟ بيعملوا ايه؟ بيتحكموا في مسار الشعاع الالكتروني حتى يمسح الشاشه نقطه بنقطه. طيب انا كده خلصنا التركيب وخلصنا العمل، ندخل على البوينت اللي بعدها، المجال الكهربي. هل ينفع يبقى في سؤال على المجال الكهربي وحده؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا جيت قلت لحضرتك كده انه انا عندي، بسم الله الرحمن الرحيم،
ده لوح موجب وهنا لوح سالب. تمام. لو في هيعدي من هنا جسيم المفروض منطلق اصلا في هذا الاتجاه، امتى الجسيم ينطلق في المسار رقم واحد؟ اذا كان سالب الشحنه، زي الكترون مثلا، زي ايون سالب، لانه منذ لحظه دخوله هيتعرض لقوه كهربيه الى اعلى. طيب امتى ياخد المسار رقم اثنين؟ اذا كان الجسيم ده متعادل فلن يتاثر بالمجال الكهربي المؤثر عليه، زي النيترون مثلا. طب امتى ياخد المسار رقم ثلاثة؟ والله لو كان الجسيم ده موجب اصلا زي البروتون او الايون الموجب فيحصل كده. ماشي. في كومنت تاني مهم قوي اللي هو ايه بقى؟ هل هذا المجال الكهربي سيؤثر على مقدار سرعة الالكترونات وهي بتعدي؟ مش عارف. تعال معلمك حاجة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عندي جسيم ماشي كده، قمت انا اثرت عليه بالقوه رقم واحد، دي ممكن تزود سرعته طبعا. طيب القوه رقم اتنين دي تقلل سرعته وممكن تعكس اتجاهه، ماشي. طب القوه رقم ثلاثه، المائلة دي تتحل لمركبتين، مركبة كده تزود سرعة ومركبة كده تعمل انحراف، يبقى دي تعمل ايه؟ تزود السرعة وتعمل انحراف في هذا الاتجاه. طب لو انا عملت قوة رقم أربعة، دي تعمل ايه؟ خلي الاتنين بالانجليزي بقى. أربعة دي، القوة دي لو تتحللت لمركبتين، مركبة كده ومركبة كده، دي تقلل سرعة ودي تغير الاتجاه. طيب بقى مهم قوي اللي جاي، لو القوة رقم خمسة أثرت عليه وهو بيتحرك، خمسة بس، تمام؟ دي تعمل إيه؟ دي عمودية على اتجاه الحركة، دي تغير الاتجاه بس، ما تزودش مقدار ولا تقلل مقدار. فبما إنه القوة الكهربية اللي أثرت على الجسيم المشحون الإلكترون هنا كانت عمودية على مساره، يبقى تغير في مقدار السرعة ولا اتجاهها فقط. هرجع تاني للأنبوبة. إذا الإلكترونز وهي ماشية، إيه العنصر اللي بيتحكم في مقدار سرعتها؟ فرق الجهد بين الكاثود والأنود. طب لو شكيت في المجالات الكهربائية، لا ما تأثرش في المقدار، ارجع تاني. طب لو شكيت في حرارة الفتيلة، لو أنا سخنت الفتيلة زيادة مش ده يزود سرعة الإلكترونات؟ زيادة لا تحسب نهائي، ده الفتيله هنا الحراره بتاعتها يا دوبك تحرر تخلع لك الالكترون من سطح الايه؟ المعدن. واما الطاقه اللازمه لهذه الرحله السريعه جدا نحصل عليها من فرق الجهد بين الكاثود والانود. اذا العنصر المؤثر في مقدار سرعه الالكترونات هو فرق الجهد بين الكاثود والانود. نيجي بقى سؤال تاني عن المجال المغناطيسي، وده مهم قوي عشان هعمل برضه مقارنه مع المجال الكهربي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المجال المغناطيسي لو انا يا سيدي عملت مجال مغناطيسي عمودي داخل السبوره كده وقلت لحضرتك ان في نيترون هيعدي في هذا الاتجاه، النيترون متعادل لن يتاثر باشياء هيظل كما هو. طيب بسم الله، لو في بقى بروتون هيمشي في هذا الاتجاه، البروتون ده شحنته ايه؟ موجبه. ا ب كهربيه، لو فاهم كهربيه التيار الكهربي ما هو؟ ف
فيض من الشحنات. ستوب. يعني ايه شحنات؟ يعني كلمة مفتوحة موجبة او سالبة. لو في شحنات موجبة ماشية تصنع تيارا كهربيا في نفس اتجاهها، بروتونات ايونات موجبة. طب لو في شحنات سالبة ماشية تصنع تيارا كهربيا في عكس اتجاهها، تقليد يعني، الالكترونات ايونات سالبة. طب يبقى ده كده هيحدث تيارا كهربيا في نفس اتجاهه يا معلم. طب لما يكون في تيار عمودي على مجال مغناطيسي يبقى في قوة مغناطيسية اف بي هتنشأ، بجيبها من يسرى فليمنج بقفلها واقول السبابة تروح مع المجال لجوه، الوسطى تروح مع التيار لليمين، تبقى القوة مع الابهام الى اعلى. يبقى هنا منذ لحظة الدخول هتنشأ قوة مغناطيسية اف بي الى اعلى، تخلي مسار البروتون بدل ما يكمل كده لا 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 ده هينحرف الى ايه؟ الى اعلى. طيب لو اتكلمنا عن الكترون كان داخل في الحتة دي كده، اللي لقط اللي فكرة هيقول لك بقى خلاص يبقى الالكترون هيعمل تيار كهربي في عكس الاتجاه. طب والتيار الكهربي لما يبقى عمودي على المجال المغناطيسي يبقى تنشأ قوة مغناطيسية، هتطلع اليسرى والمجال اللي جوه، والتيار بقى الناحية دي بقى كده اهو، تبقى القوة إلى فين؟ إلى أسفل. يبقى هيبقى في قوة مغناطيسية إلى أسفل، تخلي الإلكترونز تتحرك في هذا الاتجاه. تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ملحوظة هي عالية شوية بس تنفع للناس المركزة قوي. عمليا بيفضلوا المجال المغناطيسي عن المجال الكهربي، لانه عمليا بيلاقوا ان الصوره مشوشه مع المجال الكهربي ومع المجال المغناطيسي بيرفكت، لانه في المجال الكهربي النشان ما بيبقاش مظبوط قوي، بتيجي يعني متحرفه ما بتجيش في المربع بتاعها بالظبط، لانه المجال الكهربي بيأثر شويه صغيرين على مقدار السرعه. ليه؟ ما انت قلت ما بيأثرش، بيأثر شويه صغيرين قوي. المغناطيسي لا، الكهربي اه. طب ليه؟ صلي على النبي ونعلمك صلى الله عليه وسلم. يا سيدي اتجاه القوة الكهربية في كل لحظة هيكون إلى أعلى. فالزاوية في البداية بتبقى 90 وبعدين بتتغير عن 90. فتغير الزاوية عن 90 هيخلي السرعة تتغير مقدارها مقدار بسيط، لأن الزاوية يعني ما بتتغيرش عن 90 كتير. انما بقى في المجال المغناطيسي ما بيأثرش خالص على المقدار. ليه؟ لان القوة بتلف مع التيار. يعني وانت بتنفذ المجال اهو، طب التيار اهو، مع دوران التيار القوة بتدور معاه. يعني القوة في كل لحظة بيفضل اتجاه تأثيرها عمودي على المسار بتاع الالكترونز، وبالتالي لن تغير ابدا من مقدار السرعة. هنروح بقى للقانون والاسئلة والمسائل عشان ده كلام مهم قوي، يلا بينا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في قانون بقى يا دجوي. السؤال هنا دجوي، احنا لسه قايلين حالا انه طاقة الحركة اللي هيكتسبها الالكترون جايبها منين؟ من مجال الكهربي. مش انا قلت لك اطلع بره؟ ما عشان سيب الكاميرا لوحدي، بس سيبني انا لوحدي. زي ما قالش ديجو كده يا جماعه، ما تخش دعوه بيه خالص. طاقه الحركه اللي هياخدها الالكترون جايه من الطاقه الكهربيه المسلطه عليه من الكاثود والانود، فرق الجهد. انا عايز الالكترون يجري، فسالب وموجب، هو ظهره السالب وقدام منه موجب، هيجري. يبقى بالراحه كده هنكتب بالعربي الاول، الطاقه الحركيه التي يكتسبها الإلكترون بعد خروجه من الكاثود من قانون بقاء الطاقة هتساوي الطاقة الكهربية المسلطة عليه. يا رب رزقنا الفهم.
الالكترون عارفين لما نيجي نلعب في لعبه كده مش عارف اسمها دي، لما برفع له الكره كده والتاني يقوم شايط كده، اسمها ايه عارفها؟ مش مهم. دلوقتي الالكترون بيبقى خارج، السرعه اللي خارج بيها دي سرعه تافهه جدا، وبعدين احنا بقى نديله بقى بالعصايه، بقى العصايه دي اللي هي ايه بقى؟ الطاقه الحركيه اللي هيكتسبها بعد خروجه دي بياخدها من الطاقه الكهربائيه المسلطه عليه اللي هي من فرق الجهد بتاع الكاثود والانود. طيب ايه الرموز؟ الطاقه الحركيه اللي هي الكاينتيك انرجي هتساوي الطاقه الكهربائيه اللي هي الدبليو. طب الطاقه الحركيه يعني نص كتله الالكترون في مربع سرعته بتساوي الطاقه الكهربائيه اللي هي ايه في ايه بقى؟ في في كيو، في فرق الجهد المسلط. طب وبدل الكيو هتبقى الكترون، لان هو شحنته هو شحنه الكترون واحد. طيب نقف هنا قصاد القانون ده، ده طبعا قانون بقاء الطاقه، نحترمه شويتين ثلاثه. لو انت حطيت نفسك مكان مؤلف المسائل هتلاقي انه المساله هنا هتبقى سهله قوي. ليه؟ النص مقدار ثابت وكتله الالكترون مقدار ثابت 9.1 في 10 اسره 31 كيلوغرام، الاي شحنه الالكترون ثابت 1.6 في 10 اسره 19، يتبقى السرعه ويتبقى فرق الجهد. فانا كمؤلف مساله هقول لحضرتك ايه؟ اذا كان في انبوبه السي ار تي كان فرق الجهد 10 كيلو فولت، هات لي السرعه. قوم انت بقى كطالب مركز يعني تقوم قايل لي طيب ماشي، السرعه هتساوي، هتودي الاثنين دي فوق والام دي تحت، وبعدين عشان السرعه فانت هتحط تحت الجذر، يبقى جذر ايه بقى؟ جذر 2 ايوه اي على ام في في، يبقى ده مقدار الايه؟ السرعه. طيب هحترم القانون يعني كمان شويه. احنا اتفقنا ان طاقه الحركه المصاحبه للالكترون المحرر طلعت بتساوي الطاقه الكهربائيه، انا اسف، طاقه الحركه المعطاه للالكترون بعد تحريره هتساوي الطاقه الكهربائيه، فيبقى نص ام في تربيع بتساوي الطاقه الكهربائيه اللي هي في اي. طيب يا رب ارزقنا الفهم، عايزين نستوعب نقطه مهمه قوي يا دجوي. هنا لما اجي اتكلم بالعربي، خلينا نرجع للذاكره الاول، هو احنا في قانون اوم كنا بنقول انه شده التيار بتتناسب مع فرق الجهد، ولا فرق الجهد بيتناسب مع شده التيار؟ شده التيار بيتناسب مع فرق الجهد. وما ينفعش اقول العكس. هنا بقى برضه قياسا على نفس المبدا، انا هنا عاوز الكترونات سريعه، فهقول بقى ان سرعتها بتتوقف على فرق الجهد ولا فرق الجهد بيتوقف على السرعه؟ قول. سرعتها بتتوقف على فرق الجهد. وعشان الكلام يبقى منطقي بقى، النص ام ثوابت، فهيتبقى لك الفي تربيع تتناسب مع فرق الجهد، يبقى هنا مربع السرعه بيتناسب مع فرق الجهد، وبناء عليه تبقى السرعه نفسها تتناسب مع جذر فرق الجهد. جاوب يا دجوي. السؤال بيقول لحضرتك لو زاد فرق الجهد الى الضعف هتزيد الجذر 2. ايوه شاطر، عشان هما طبعا في ناس من اللي قاعدين هبدوا وقال لك ايه بقى ده هتزيد لاربع امثله، واللي قال لك لا دي هتزيد الى، لا دي هتفضل ثابته، ما اعرفش بيقولوا ثابته ليه يعني، الطلبه في السنتر يعني بصراحه تعبوا لي اعصابي. اما ده يزيد للضعف، ده يزيد الى جذر 2 مما كان عليه. طب يعني لو زاد فرق الجهد لاربع امثاله ده يزيد الى الضعف. يبقى انت لازم تفهم، عشان في اسئله نظريه كتير على الجزئيه دي، ان سرعه الالكترونز في انبوبه اشعاع الكاثود تتناسب مع مين؟ مع جذر فرق الجهد، او مربع السرعه بيتناسب مع مين؟ مع فرق الجهد ذاته. طيب ثم اما اجي انفذ بياني بقى، هحترم برضو العلاقه واحطها قدامي كده، نص ام في تربيع بتساوي في اي. طبعا لما سالت برضو الطلبه في السنتر تعبوني جدا بصراحه يعني، اما بقول له فاكر قانون اوم يقول لي فاكره، كنا بنحط مين على الصادات ومين على السينات، يقول لي الفي على الصادات والاي على السينات، اقول له شكرا نسيت فقدت الذاكره. في قانون اوم كنا نحط الاي على الصادات والفي على السينات طبعا عشان يقرا ان شده التيار تتناسب طرديا مع فرق الجهد، والميل يبقى مقلوب المقاومه. يا جماعه ده اصل الرسمه بتاعت قانون اوم. طيب وبناء عليه هنا مهم قوي 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 اللي جاي ده،
في رسم بياني هتلاقوا عليه أسئلة كثيرة جدا أن مربع السرعة بتاعة الإلكترونات في السي آر تي ويتقاس بالمتر تربيع على الثانية تربيع تتناسب طرديا مع فرق البهد بالفولت، والعلاقة تبقى بهذا الشكل وتقرأ هكذا لأن الموضوع له معنى. مربع السرعة بتاعة الإلكترونات في السي آر تي بيتناسب مع فرق البهد، ويبقى الميل بقى يا أستاذ بيساوي إيه؟ الميل بيساوي دلتا في تربيع على دلتا في، بيساوي يا محمد افندي، محمد افندي فقط صغيرة دي جوي معنا بس انا مش هختزل. ماشي ماشي معلش يا جماعه دي وراجع من الفتره اللي كان فيها ديا فقد الذاكره. 2 اي على ام، شاطر يا محمد، 2 اي على ام البتاعه دي كانت عندنا زمان واتشالت. ده مصطلح علمي هقوله لك كده، هو مش في منهج السنه دي بس يعني نقوله برضو نعرفه، اسمه الشحنه النوعيه. النسبة بين شحنة جسيم إلى كتلته اسمه الشحنة الإيه؟ النوعية. وزمان ما كناش نعرف شحنة الإلكترون لوحدها كام ولا كتلته لوحدها كام، كنا عارفهم باكج كده، ودي اللي جابها تومسون من تجربة شبه دي. يعني أصلا ده كان شغل عملي بتاع تومسون زمان، استطاع تومسون إنه يعين الشحنة النوعية للإلكترون. أوكي، لو تأملنا الميل بشوية كمان، مش الاثنين ثابت والإي والإم ثوابت، يبقى لما يحاول يشتغلك ويقول لك أنا هزود فرق البهد، هزود السرعة، ايه اللي يحصل للميل؟ هتقول الميل ايه؟ ثابت. الميل هيتغير في حاله واحده بس، مش هكمل المحاضره الا لما ترد يا دجوي او ترد يا محمد. امتى الميل يتغير؟ طبعا نغير الجسيم اللي متحرك. الله كده كده دجوي جاب جون تاني. لو غيرت الجسيم اصلا، جبت جسيم تاني وليكن بروتون مثلا وطبقت عليه العلاقه، البروتون شحنته زي شحنه الالكترون بالظبط انما كتلته اكبر، فهيدي بقى طالما المقام كبر ميل اقل. يبقى انا ممكن اعمل رسمه بقى شبه دي وفيها حركه بقى، احط لك هنا في تربيع وهنا في، الميل بتاع الالكترون هيبقى اكبر من الميل بتاع البروتون لانه هنا قيمه الشحنه النوعيه بتاعه الالكترون اكبر لانه هنا الكتله بتاعته كانت اقل. يعني الحته دي في غايه الاهميه وفيها تفاصيل حلوه. طيب هنقول بقى سؤالين، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالين الختاميين الجزء دوت بيقول لحضرتك الكترون وبروتون ماشي سلطا عليهما ايه بقى؟ نفس فرق الجهد. طلباتك عاوز النسبة بين سرعة الالكترون الى سرعة البروتون، يعني في الكترون الى في بروتون. كيف افكر؟ يكون عندي ضمير. انا دلوقتي واحد اول مره اخد السؤال ده هقوم بالهداوه كده افتكر القانون. هو القانون كان بيقول ايه؟ بيقول ان نص ام في تربيع بتساوي فرق الجهد في الايه؟ في الشحنه. هو يسال على مين؟ على السرعه، فهروح فاصل السرعه، السرعه بتساوي جذر 2 سرعه ايه؟ ايوه اي على ام ضرب الفي، وعايز اعمل نسبه بقى هروح اعمل شرطه كده اهو. طيب هل الاثنين دي هتتغير؟ لا دي ثابته. طب ما شحنه الالكترون كمان زي البروتون. طب ما هو قال لك الاثنين نفس فرق الجهد، ايه ده؟ يبقى خلاص طالما البسط ثابت في الاثنين يبقى الفي عكسي مع جذر الام، فيبقى في 1 على في 2 جذر ام 2 على ام 1، تبقى سرعه الالكترون على سرعه البروتون هتساوي جذر كتلة البروتون على كتلة الإلكترون. طبعا الناس المركزة يقول لك في ناس قبل ما كمل ردت وقالوا هتبقى أكبر من واحد، لو أنت كنت قلت كده يبقى أنت ممتاز. بس أنا مش عايزها أكبر من واحد بس، ده أنا عايز النسبة كام، فهتبقى تيجي كده. طب هو ليه قال أكبر من الواحد؟ عشان أنا ما قلتش يا أستاذ. لأنه هو استخدم المنطق، قال لك إلكترون وبروتون خدوا نفس فرق الجهد، خدوا نفس الطاقة الكهربية لأنهم نفس الشحنة. يعني بالبلدي اتنين، واحد رفيع واحد تخين، خدوا نفس الزقة، مين هيبقى أسرع؟ الرفيع، بنفس المنطق ده فكروا. طيب سؤال تاني شبهه،
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحضرتك ايه؟ الكترون وبروتون يتحركان بنفس السرعة. طيب طلباتك احسب النسبة بين فرق الجهد المؤثر على الإلكترون إلى البروتون. طب عشان أجاوب صح هكتب القانون من تاني، نص ام في تربيع بيساوي في اي، اظبطوا على فرق الجهد فيبقى في بيساوي ايه بقى؟ نص ام في تربيع على اي. هو عايز بقى فرق الجهد المؤثر على الالكترون الى فرق الجهد المؤثر على البروتون. بص النص هيبقى ثابت والشحنه هتبقى ثابته للالكترون والبروتون، وهو قال لك نفس السرعه ما فاضلش غير الكتله، يبقى فرق الجهد بيتراسل الطرد هنا مع الكتله، يبقى بالتالي في الكترون على في بروتون هتساوي ام الكترون على ام بروتون. الجزئيه الاخيره دي يا جماعه خدوا بالكم يعني التعمق فيها هتلاقوا اسئله كتير قوي فيها. طب ليه ده مهم؟ والله لو تحقق موضوع ان الامتحان اوبن بوك يبقى الوضع بتاع الامتحان مش هيلاقي غير العمق في الاسئله، فعشان كده احنا بندوس على الجزئيه دي. نروح يلا السبوره اللي جايه، يلا بينا. السلاح طلع. اضربوا محرم محرم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. برضو السبورة الجديدة دي محتاجة تمهيد صغير كده. عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى في ثابت عندنا اسمه ثابت بلانك هنحتاجه احنا شغالين، فخلينا نتعرف عليه. ثابت بلانك طبعا احنا شفناه المحاضره اللي فاتت، هو الاي بتساوي اتش نيو، طاقه الفوتون كانت بتساوي اتش نيو، فاتش ده ثابت بلانك، يبقى الاتش بيتساوي اي على نيو، الاتش قد الاي لما النيو بيساوي واحد، يبقى هو الطاقه المصاحبه لوحده الترددات. طيب قيمته اتش 6625 في 10^34. اللي بيفهم فيزياء واللي بيحب الفيزياء الثوابت غير انها بتتحفظ لازم تتحس. يعني ايه يا جماعه؟ يعني بص للثابت ده كبير ولا صغير؟ صغير. صغير ولا صغير قوي؟ صغير قوي. ولا قوي قوي؟ قوي قوي. كتير قوي صح؟ طب صغره هيخلي دماغك لو انت مركز تفهم كويس قوي ان طاقه الفوتون لما يكون الثابت ده صغير يبقى النتيجه طاقه الفوتون هتبقى كائن صغير جدا ولا لا؟ يبقى في كل قوانين الفيزياء بننظر للثابت عشان نعرف هو هيودينا لانهي منطقه. طيب ماشي. طيب ثم وحدات الاتش، ايه الوحدات بتاعته عشان ده مهم جدا؟ لو بصيت لاول قانون هو الاتش اي على نيو، يبقى المفروض الاصل جول على هرتز، يعني جول في هرتز اس سالب واحد. طب مقلوب الهرتز ده ثانيه برضه، يبقى جول ثانيه. يا محمد الجول ثانيه شبه وحده ايه؟ قول يا دجوي. جول على ثانيه. شبه الجول على ثانية اللي هي بتاعت مين يعني جول على ثانية؟ بتاعت الباور. بتاعت الباور. يبقى الجول ثانية خدوا بالكوا عشان بتتلخبطوا فيها مع وحدة الايه؟ القدرة. يبقى الجول دي جول ثانية دوكها جول ثانية أس سالب واحد. لو حبينا نفك الجول نيوتن متر ماشي في ثانية. طب لو حبينا نفك الجول فكة ثانية أكبر اللي هو كيلو جرام متر تربيع ثانية أس سالب اتنين في ثانية. كيلو جرام متر تربيع خد دي في دي يبقى ثانية أس سالب واحد. الوحدة دي كده جت في امتحان السودان أو الطريقة دي جت في امتحان السودان، فيبقى وحداته مهمة. ده كان ثابت بلانك، مع السلامة. طيب في تعريف كنا شرحناه المحاضرة اللي فاتت وهندوس عليه تاني عشان هنعوزه النهاردة بس بشكل تاني. شدة الموجة الضوئية هي الطاقة التي تحملها موجة الضوء في المتر المربع كل ثانية. هو احنا كنا درسنا شدة الايه؟ الموجة عموما. احنا هنتكلم هنا شدة الموجة الضوئية التي هي الطاقة التي تحملها موجة الضوء في المتر المربع كل ثانية، وتزداد بزيادة التردد والايه؟ والسعة. تزداد بزيادة التردد والسعة، يعني لو عايز شدة كبيرة تزود التردد أو السعة أو كلاهما، وتقاس بالجول على المتر المربع ثانية أو اللي هي الواط على المتر المربع. طيب
انا هحتاج النهارده يعني بوينت كده مهمه، فهدي مثال عشان خاطر ده هيفرق معايا قوي في الشرح، اللي هو ايه بقى؟ مثلا لو انت روحت جعان قوي يعني بص مش شايف، فاول ما دخلت امه جعان امه، ف لسه هتقول لك اعمل لك اي حاجه، اي حاجه هاكلها في اللحظه دي وانت جعان، مش يعني بص مش هتفكر في التفاصيل، اي حاجه هتبلعها على طول. بنفس المنطق لو انت كنت الكترون محشور في المعدن جوه المعدن، فانت من المفهوم الكلاسيكي للضوء، من المفهوم الكلاسيكي بان الضوء موجات، فانت تبغي ايه عشان تخرج من المعدن؟ عاوز طاقه عشان تخرج من المعدن. طب الطاقه دي جوه الشده، فانت هل هتفكر يعني وانت بتتمنى كده ان انت عايز طاقه عشان تمشي من المعدن، هل بتقعد بقى تفكر انت عايز الشده اللي جايه مع الموجه دي بتردد زياده ولا بسعه زياده ولا اي حاجه؟ لا، انت عايز موجه شديده وخلاص. يعني من الاخر، اذا كنت الكترون محشور في المعدن وعاوز تخرج ومن المنظور الموجي للضوء، فانت تحتاج الطاقه، فبالتالي انت محتاج موجه شديده، ومش هتفرق معاك التفاصيل اذا كان التردد هو اللي كبير ولا السعه هو اللي هي الكبيره، ساعتها انت عايز موجه شديده وخلصنا. خلي دي في الذاكره، هنعوزها بعد شويه. طيب قبل ما اروح بقى للدرس نفسه، فاضل حته كده هنا، الالوان. احنا درسنا الالوان المحاضره اللي فاتت، ومهم قوي تبقى فاكرها لان كل الاسئله هتبنى عليها. اقل الالوان ترددا وطاقه هو مين؟ الاحمر، اللي بعده برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي، لازم تبقى حافظهم. ماشي، نخش بقى في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان الرئيسي بسم الله ظاهره التاثير الكهربائي، بس في قبلها كده كلمه اتنين. طب هو مين اللي كان واحد؟ طبعا انت هتقول لي التاثير الكهروحراري. لا، امال ايه واحد؟ اشعاع الجسم الاسود. لو تفتكر، ما هو الفصل ده بيناقش الظواهر الطبيعية التي فشلت الكلاسيكية في تفسيرها باستخدام المفهوم الموجي للضوء، ثم نجحت الحديثة في تفسيرها باستخدام المفهوم الفوتوني للضوء. فدي كده نمرة اتنين بعد إشعاع الجسم الأسود. ماشي، طب تعرفها؟ إحنا حرقناها. ظاهرة التأثير الكهروضوئي هي ظاهرة تحرر إلكترونات من أسطح بعض المعادن بسبب سقوط الضوء عليها. في رسمة في كتاب الوزارة هنشرحها. في كتاب الوزارة راسم معدن اللي هو الزنك أو الخرسين، ثم أسقط عليه نوع من أنواع الضوء غير المرئي اللي هو فوق البنفسجية، ما هو ده ضوء ولكن غير إيه؟ مرئي، أشعة فوق البنفسجية، هتتحرر إلكترونات من سطح المعدن، وكأنه الراجل بيشرح التعريف، ولكن احنا هنحط كومنت واثنين وثلاثة. كومنت الاولاني، هل تعرف انه نتيجة تحرر الالكترونات دي من سطح المعدن ان المعدن هيشحن بالموجب؟ وده كلام ما جاش قبل كده رغم سهولته. طب تعرف اصلا ان هم عرفوا ان في الكترونات اتحررت لان هم عرفوا ان ده اتشحن بالموجب؟ طب ازاي يعرفوا انه اتشحن بقى؟ عندنا في المعمل جهاز بسيط كده اسمه الكشاف الكهربي. الكشاف الكهربي بيكشف ان كنت مشحونا كهربيا ولا لا، وهو ببساطه شديده سلك كده نازل يتدلى منه ورقتين خفيفتين من الذهب. والذهب اشمعنى الذهب؟ يعني ده المعدن اللي احنا بنقدر نعمل منه شرايح رقيقه جدا سمكها تقريبا ذره واحده. فاللي يحصل ان ده لما يتشحن بالموجب هيشفط الكترونات من هنا، فهيخلي لك الورقه دي موجبه ودي موجبه، قوم يحصل لهم تنافر، فده يبقى موجب اهو وده موجب اهو، فحصل التنافر يا معلم. يعني الكشاف الكهربي ده نظامه لو الجسيم مشحون تيجي توصله بيه يقوم ايه؟ الورقتين ينفرجوا، لو مش مشحون يبقى ما ينفرجوش. وعمليا هم جربوا التجربه دي مع الاضواء العاديه وما انفرجتش، وبعدين لما جم مع فوق البنفسجيه انفرجت. فكانوا شاكين الاول ان فوق البنفسجيه هي اللي موجبه، كانوا مفكرين دي تحمل شحنه موجبه تسقط تشحن ده بالموجب. انما بعد كده عرفوا بقى ان هي ده بيتشحن بالموجب مش عشان فوق البنفسجيه موجبه ولا حاجه، لا هي مش موجبه، ده ايه؟ ضوء. هي عشان حراره الايه؟ الالكترونات. طيب عشان نفسر بقى الظاهره ديت بقى، صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم، هنروح بقى لاجزاء كده تفصيليه شويه عشان نبتدي نفسر الظاهره. طيب
سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الرسمة دي في كتاب الوزارة، ده سطح المعدن، ودي الإلكترونات الحرة اللي في الطبقة العليا من ذرات السطح، ودي اللي في الطبقة اللي تحتها، ودي في اللي تحتها، ودي في اللي تحتها، وهكذا. طبعا هما مش بيبقوا متلاصقين كده، بس هو الكتاب رسمها كده عشان يوضح يعني ان الالكترونات الحرة بتبقى في طبقات. اوكي، طب ايه ايه دبليو دي؟ هنعرف بعد شوية، بس الاول عايز اعرفك حاجة. انا كنت قلت لك في المقدمة انه طاقة الالكترونز في طالما محشور في معدن او محشور في ذرة طاقته بالسالب، فاصلا هنا الطاقة عند السطح زيرو الكترون فولت. طب هنا بقى مثلا سالب 5 الكترون فولت، طب وهنا سالب 6، طب وهنا سالب 7، طب وهنا سالب 8. انا بقول مثلا، دي مش قاعدة، سالب 9. وبناء عليه اجب يا معلم، ما هو الحد الادنى من الطاقة اللازم لتحرير الكترون من سطح هذا المعدن ودون اكسابه طاقة حركة؟ 5 الكترون فولت. لو جاءني فوتون مثلا وكان معاه طاقة، الطاقة دي بقى لو 5 يدوبك تحرر من هنا ويطلع الالكترون من غير طاقة حركة، دي اسمها دالة الشغل. يبقى دالة الشغل هي الحد الأدنى من الطاقة اللازم لتحرير الكترون من سطح المعدن دون اكسابه طاقة حركة، ماشي، وهي تختلف من معدن لآخر. يبقى الكومنت الاولاني ان كل معدن له دلت شغله، لان انت لما هتيجي تحرر الكترون من الحديد غير لما تحرره من النحاس، غير من اي معدن اخر. طيب ثانيا، في طلبة من المركزين يقول لك اه طب هل انا ممكن احرر من الطبقة دي؟ اه. طب ازاي يا استاذ؟ هو مش مفيش مكان اعدي منه؟ لا في طبعا، ده هو الرسم ده رسم يعني تبسيطي. ممكن الضوء يجي يخش على الطبقة التانية من المسافات البينية، فممكن يحرر من الطبقة التانية، فكده محتاج 6 او من دي محتاج 7 على الاقل، محتاج 8 على الاقل، محتاج 9 على الاقل. طيب يبقى كلما زاد عمق الالكترون في طبقات المعدن فان تحريره سيكون امرا صعبا. وطبعا من ناس من الشاطرين يقول لك اه يبقى المعدن له كذا دالة شغل. لا طبعا. ليه؟ دالة الشغل هي الحد الادنى، بتتقال على الطبقه العلويه بس. فيبقى دالة الشغل هي الحد الادنى من الطاقه اللي هو بيحرر بقى من الطبقه دي بس، تمام؟ دي اللي تاخد لقب دالة الايه؟ الشغل. طيب برضو كومنت كده عشان هنحتاج برضو ده. افرض فوتون جاي ومعاه 3 الكترون فولت، هل هيقدر يعمل حاجة؟ لا. طب لو معاه 5 يدوبك يحرر من دي. طب لو معاه 6 عنده احتمالين يقدر يعملهم، يحرر من الطبقة دي 1 ويديله طاقة حركة قيمتها 1 الكترون فولت، او من الطبقة دي يحرر من غير ما يديله طاقة حركة. طب لو الفوتون ده طاقته 7، يبقى قدامه 3 احتمالات. ممكن يحرر من ده الكترون ويديله طاقة حركة 2، او يحرر من ده ويديله طاقه حركه 1، او يحرر من ده وما يديلوش حاجه. طب لو معاه 8 يبقى قدامه الاحتمالات الاربعه بنفس المنطق، ماشي. لسه برضو ما دخلناش على التفسير، كل دي مقدمات عشان نقدر نفسر، والمقدمات طبعا ده جوه الكتاب. هنروح لحاجه اسمها الخليه الكهروضوئيه. صلي على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم. دي انبوبه زجاجيه ومفرغه برضو. قلت لك طالما في الكترونز يبقى في فراغ هيجي. وبعدين ده كاثود لانه متوصل بالايه؟ بالسالب. وده انود متوصل بالموجب. طب الحكايه ركز معايا كده، السالب ده بيزق الالكترونز، بيزقها بيزقها بيزقها، فالالكترونز محشوره في المعدن ده. طب يبقى تنتظر من يحررها من المعدن، يا اما حراره يا اما ضوء. هنا هنعتمد على الضوء، فانا هتصور اني اسقط ضوء. هذا الضوء لما هيسقط هينتزع الكترونات من سطح المعدن، ماشي. الالكترونز اللي هتطلع من هنا بقى تاخد لقب الكترونز ضوئيه. يبقى هي الكترونات تحررت من سطح المعدن بسبب سقوط الضوء. طب والكاثود ليه كبير كده؟ عشان يستقبل قدر كبير من الضوء. طب والانود ليه عامل دايت كده شبه دجو كده؟ انود عشان ما يحجبش الضوء عن الايه؟ عن الكاثود، ماشي. الالكترون اول ما يخرج فرق الجهد بين الكاثود والانود هيدي له طاقه عشان يتحرك ويوصل كده،
ويعيد بقى الكره ويرجع تاني وهكذا، ويبقى التيار اللي ماشي ياخد لقب تيار كهروضوئي. ماشي، دي اسمها خليه كهروضوئيه، تعتمد فكره عملها على التاثير الكهروضوئي. عمليا ومعمليا يا سيدي، عمليا هي مش علينا في الكتاب او مش محطوطه، بنعمل بيها ايه بقى؟ ممكن اعمل بيها جهاز انذار، اركب في الدائره دي جرس، الجرس ده مش هيرن الا امتى، الجرس ده مش هيرن الا اذا بقى في ضوء مع الكهرباء دي. فمثلا لو انت عندك تلاجة وحاطط فيها فراخ يا دجوي ومش عايز حد ياكل الفراخ دي، مكرونه بالبشاميل صح، فحطينا الخليه الكهروضوئيه دي بجرسها في الثلاجه، الثلاجه طول ما هي مقفوله مظلمه فالخليه الكهروضوئيه ما اشتغلش. طب ان حد جرؤ وفتح الثلاجه، اللمبه بتاعت الثلاجه هتنور، يسقط الضوء تشتغل الكهرباء، جرس يرن، ديجو يروح يمسك الايه اللي اتجرأ وايه وعايز ياكل المكرونه. طب اتنين، ينفع اعمل بيها القواطع الكهربيه، وانت ماشي كده على الطريق لما تيجي اعمده الاناره تنطفئ مره واحده الصبح وتيجي تضيء مره واحده اخر النهار، دي اللي بتشتغل الشغلانه دي ببساطه يعني اكثر مما تتصور. بيبقى هنا عاملين قلب حديدي ولافين عليه سلك، فيبقى ده مغناطيس، هيبقى مغناطيس بالنهار طول ما فيه كهرباء شغالة. طب ولو الكهرباء فصلت هتزول المغناطيس، فعمود الإنارة مثلا مثلا هو ده، ودايرته بقى مغلقة. ماشي، وبعدين يا أستاذ بنخلي الحتة دي كده زي ايه، فيها حديدة مرنة يعني زي المسطرة اللي بتهزر بيها مع صاحبك كده، أول ما النور يطلع ومن المغناطيس يجذب الحديدة فيفصل الدايرة. طيب الليل جه ما يبقاش فيه إضاءة، فالكهرباء في الخلية الكهروضوئية ما تبقاش شغالة، فالمغناطيس ده ما يبقاش شغال، فيترك الحديدة والحديدة دي تلمس مين؟ تقفل الدايرة مرة تانية وتشتغل ويشتغل عمود النور. يبقى دي الشغل العملي، بس ده مش جوه الكتاب عندنا، نبقى عارفين بس أداءه. طب احنا هنستخدمها في ايه دلوقتي؟ هو جايبها في الكتاب على انها فكرة بتعتمد على التأثير الكهروضوئي، احنا هنستغلها استغلال اخر في الشرح العملي. يعني هنتصور حاجة كده وبعدين ايه هنساعد نفسنا بيها في الشرح. هنتصور ان احنا معانا مصدر ضوء بس عنده امكانيات، امكانيات انه في زرار اقدر اتحكم في الشدة وزرار اتحكم في قيمة التردد، والمفروض بالمناسبة ان يبقى ده يبقى مصدر ليزر لان انا عايز اضوء احاد اللون عشان اقدر اتحكم في الموضوع. طب الشدة دي هتعمل ايه يعني؟ يعني لو زودت الشدة ايه اللي هيبان؟ زي ناس كتير عندها اباجورة في البيت او لمبة في البيت بس في زرار بيعليها ويوطيها، يعني الزرار ده كده هيزود شدة الاضاءة ويقللها. اما التردد ده بقى لو فرضنا ان الجهاز ده يعني عندي وانا بزود التردد بيبتدي اللون يتغير، مثلا لو هو بدأنا بالاحمر زيادة التردد هتقلبه برتقالي، او يعني ياخد درجات الاحمر ثم البرتقالي ثم الاصفر ثم الاخضر ثم الازرق ثم النيلي ثم البنفسجي. طب هتصور ان انا معايا الجهاز ده عشان خاطر استخدمه في فهم الكلام القادم، تعال نشوف ايه هو الكلام القادم. بسم الله. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ربنا يرزقنا الفهم. السبورة دي كده فيها شويه تفاصيل كده، وانا ده الكلام اللي في الكتاب بس انا قسمته بطريقه يعني اوضح شويه، اللي هو تفسير الظاهره واحده واحده. بيقول لحضرتك لا يمكن تفسير ظاهره التاثير الكهروضوئي باستخدام المفهوم الكلاسيكي للضوء. ليه بقى؟ لانه باعتبار ان الضوء موجات زي ما الكلاسيكيين بيعتبروا، وتسقط هذه الموجات على سطح المعدن فتمتص الإلكترونات طاقة كي تتحرر، أيوة، فإنه ستواجهنا عدة مشكلات مع المشاهدة العملية. بالبلدي بالبلدي يعني حضرتك دلوقتي مش هتقدر تستخدم النموذج الكلاسيكي عن الضوء بأن الضوء موجات في تفسير الظاهرة دي، لأن أنت لو اعتبرت أن الضوء موجات زي ما بيعتبروا الكلاسيكيين وتسقط على سطح المعدن
أم الإلكترونات تمتص الطاقة اللي مع الموجات دي فتتحرر، هيقابلك عدة مشاكل مع المشاهدة العملية. يعني إيه؟ هتبقى أنت متوقع حاجة كلاسيكيا بس عمليا هتحصل حاجة تانية. تعال نشوف المشكلات دي، احنا قسمناهم ثلاثة. تحرر الإلكترونات من سطح المعدن، كلاسيكيا ينبغي أن يتوقف على شدة الضوء بصرف النظر عن التردد أو السعة أو أي تفاصيل، ودي اللي أنا قلتها لك في المقدمة. فاكر قلت لك لو انت كنت الكترون محشور في المعدن ونفسك تتحرر من المعدن، فلو فكرت بالوجهة الكلاسيكية انت عايز ايه عشان تتحرر؟ انا عايز طاقة. طب الطاقة دي موجودة جوه مصطلح الشدة. طب مش الشدة احنا قلنا هي الطاقة اللي بتحملها الموجة في المتر مربع كل ثانية وتزداد بزيادة ايه وايه؟ تزداد بزيادة التردد والسعة. انت الكترون جوه المعدن فانت عايز تخرج، فاللي هيفرق معاك ايه؟ التوتالة بتاعت الموضوع، الشدة على بعضيها، ومش هيفرق التفاصيل. ده من المفهوم الايه الكلاسيكي. طب عمليا بقى لقينا ايه؟ عمليا لقينا، تعال ما اقول لك الاول قبل ما نقرا، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، اما جينا نجرب عمليا، تعال كده تصور معايا المشهد انه مثلا انا استخدمت ضوء احمر، فايه اللي حصل بقى؟ احمر، لقيت الاميتر ده ما اشتغلش، وده معناه ان مفيش الكترونات اتحررت. ماشي، قلنا يمكن الشدة المأثرة، علي يا عم الشدة، علي على الآخر، علي على الآخر، برضو الأميتر ما اشتغلش. قمنا رجعنا الشدة للنص مثلا، وقلنا طب نلعب مع التردد كده يمكن هو اللي يأثر. بدأنا نزود التردد مثلا، لو كنا مستخدمين أحمر فما حررش، قمنا معلين التردد فبقى برتقالي لسه ما حررش، أصفر لسه ما حررش. مثلا مثلا جينا عند الأخضر أم بدأ التحرير، لأن عرفت إن الأميتر انحرف يبقى فيه هنا تحرير حصل. أقلل التردد عن الأخضر ما يحررش، أوصل للأخضر أو أزيد عنه أحرر. يبقى عمليا اتضح أن تحرر الإلكترونات من سطح المعدن يتوقف في المقام الأول على التردد بغض النظر عن الشدة، حيث لم يبدأ التحرر إلا عند تردد معين يسمى التردد الحرج. ولما غيرنا المعدن لقينا ان التردد الحرج بتاع المعدن الجديد يختلف عن القديم، يعني التردد الحرج بيختلف من معدن الى اخر. يعني هذا التردد الحرج يختلف من معدن الى اخر. طيب كمان لقينا ايه بقى؟ قلنا طب هي الشده ملهاش عايزه خالص. عمليا لما زدنا عن التردد الحرج وزودنا الشده لقينا بقى الاميتر بيزيد، كل ما زود الشده يزيد التيار الكهربائي، بس بشرط يكون التردد اكبر من التردد الايه الحرج. نرجع نقرا اللي هناك. يعني عمليا لقينا ان تحرر الالكترونات من سطح المعدن يتوقف في المقام الاول على تردد الضوء بصرف النظر عن مين؟ الشده، حيث لم تتحرر الالكترونات من سطح المعدن الا عند تردد معين يسمى التردد الايه الحرج، اسمه نيو كريتيكال، ويختلف من معدن لاخر. كما انه لقينا عمليا ايه تاني؟ بزياده شده الضوء ايه اللي بيحصل؟ تزداد شده التيار الكهربائي، بشرط ان يكون تردد الضوء اللي انت مستخدمه اكبر من التردد الحرج. وعشان كده في الكتاب في اتنين رسم بياني، في رسمه ما بين التيار وشده الضوء عامله كده اهو، يعني انا عمال ازود الضوء والتيار مش حاسس بيا، ده عشان انا كنت مستخدم ضوء تردده اقل من الحرج. وفي رسمه كده انا بزود الضوء فبيزيد التيار عشان انا بستخدم ضوء تردده اكبر من الحرج. ماشي، يبقى دي اول مشكله وتستحق الاعاده. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن تفسير التأثير الكهروضوئي من المنظور الكلاسيكي للضوء، لأنك لو اعتبرت كما يعتبر الكلاسيكيين بأن الضوء موجات، ماشي، فقط موجات، وتسقط على سطح المعدن فتمتص الإلكترونات طاقة من هذه الموجات فتتحرر، فإنك ستتصادم مع المشاهدات العملية ثلاث تصادمات كما يلي. التصادم الأول، من المفهوم الكلاسيكي ينبغي أن يتوقف تحرر الإلكترون من سطح المعدن على إيه تحديدا؟ الشدة على بعضها، دون الدخول في التفاصيل. انا عايز شده وخلاص، يعني بصرف النظر عن التردد. بس لما جربنا التجربه العمليه لقينا التحرر بيتوقف على ايه؟ تردد الضوء بصرف النظر عن الشده، حيث لم يبدا التحرر الا عند تردد معين يسمى التردد الحرج، وده لقيناه بيختلف من معدن لاخر. كما اننا عمليا لقينا ايه كمان؟ لقينا انه انت لما بتزود شده الضوء بشرط ان ترددك اكبر من الحرج بتزداد معاك شده التيار الكهربائي. دي كانت اول مشكله. المشكله الثانيه بقى، الالكترون المحشور في المعدن ده وهو بيحلم كده ويتمنى،
بس بالمفهوم الكلاسيكي، هيقول جوه نفسه والله لو الضوء شديد قوي يبقى هيجيب طاقة كبيرة قوي، يبقى مش بس هتحرر ده انا هيصاحبني وانا خارج طاقة حركة كبيرة، لان انا هتحرر بحبة وبالباقي هشتري طاقة حركة. تمام؟ يبقى من المنظور الكلاسيكي ينبغي ان تزداد طاقة الحركة المصاحبة للالكترون المحرر بزيادة الشدة. تعال بقى عمليا، تعال نشوف جربنا ازاي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انه في عجله كده خفيفه بيقيسوا بيها سرعه الالكترونات اسمها عجله الميكا. هي مش علينا، لو حطيناها هنا كده عشان نجرب سرعه الالكترونات. اما زودنا الشده لقينا الاميتر زاد بس سرعه الالكترونات ما زادتش. طب ازاي الاميتر زاد؟ لان احنا لما بنزود شده الضوء يعني كميه الاشعه الضوئيه ده زادت، فيبقى الالكترونز المتحرره من نفس المعدن زادت، فيبقى التيار الكهروضوئي زاد. تمام؟ ده عمليا. بس السرعه بتاعت الالكترونز زي ما هي. زادت امتى؟ لما زودنا التردد. يعني مثلا كنت بستخدم الاخضر فبيحرر وفي الكترونات ماشيه بسرعه معينه، طب لو استخدمت ازرق تلقى الالكترونات اسرع، نيلي اسرع. يبقى من المنظور الكلاسيكي كان ينبغي انه طاقه الحركه المصاحبه للالكترون المحرر، تعالى اقرا بقى معايا، طاقه الحركه المصاحبه للالكترون المحرر كلاسيكيا ينبغي ان تزداد بزياده الشده، بس عمليا لقيناها ايه بقى؟ تزداد بزياده التردد وليس الشده. يبقى دي تاني اصطدام، وكده يبقى في مشكله. التالت بقى، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الشده ضعيفه جدا من المنظور الكلاسيكي المفروض يحصل ايه؟ لو الشده ضعيفه جدا المنظور الكلاسيكي المفروض ما حررش، لان هيبقى جايب طاقه قليله ما تكفيش، يبقى المفروض ساعتها افضل مسلط المعدن حبه لحد ما الالكترون يجمع طاقه وبعدين ايه يتحرر. عمليا بقى لان ما فيش الكلام ده، لو الشده حتى خافته خالص يعني ضعيفه جدا، شده ضعيفه بس التردد عالي اكبر من الحرج، مثلا جايب لي ضوء بنفسجي ولا حاجه بس بشده خافته، لقيت التحرر بيتم في التو واللحظه، ما فيش حاجه اسمها فتره انتظار، بشرط ان التردد يبقى اكبر من الحرج. يبقى المشكله الثالثه، لو كانت الشده ضعيفه يبقى كلاسيكيا ينبغي، او طبعا كلاسيكيا يبقى مش هتحرر على طول، كلاسيكيا ينبغي ان يتم تسليط الضوء على سطح المعدن لفتره حتى يجمع الالكترون الطاقه ليتحرر. طب عمليا ايه اللي حصل؟ لقينا بيحدث التحرر في التو واللحظه لسقوط الضوء بشرط ان يكون التردد الضوء اللي ساقط اكبر من التردد الحرج. الحته دي يا جماعه من اهم الجزئيات في المنهج، الحته دي يعني فيها لغط كتير، وطبعا يعني اما تيجي تذاكرها بتتكروت، انا قسمتها التقسيمه دي عشان ما تكروتهاش وهنعيدها مره كمان. قول بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن تفسير التاثير الكهروضوئي باستخدام المنظور الكلاسيكي للضوء، لاننا ان اعتبرنا ان الضوء موجات وتسقط على سطح المعدن فتمتص الإلكترونات طاقة كي تتحرر، فإننا سنصطدم بالمشاهدات العملية كما يلي. ثلاث مشكلات. من المفهوم الكلاسيكي فإن تحرر الإلكترونات من سطح المعدن ينبغي أن يتوقف على الشدة بصرف النظر عن تفاصيل الشدة بتردد أو بسعة أو غيره. عمليا لأنه بيتوقف في المقام الأول على التردد بصرف النظر عن الشدة، حيث لم يتحرر إلكترون من سطح المعدن إلا عند تردد معين اسمه التردد الحرج، وده بيختلف من معدن إلى آخر. كما ان اثر الشده بيظهر فعلا ولكن لما يكون التردد اكبر من الحركه، حيث تزداد شده التيار الكهروضوئي بزياده شده الضوء بشرط ان يكون تردد الضوء اكبر من التردد الحرج. كمان كلاسيكيا ينبغي ان تزداد طاقه الحركه المصاحبه للالكترون المحرر بزياده الشده، بس عمليا فوجئنا انها بتزيد بزياده التردد مش الشده. عمليا او كلاسيكيا الاول، لو الضوء كان خافت المفروض ما يحررش من سطح المعدن، ده كلاسيكيا المفروض تفضل مسلطه حبه قبل ما الالكترون يجمع طاقه ويمشي، انما عمليا لقينا حتى لو الضوء خافت يعني الشده ضعيفه جدا فان التحرر بيتم في التو واللحظه لسقوط الضوء بشرط ان يكون التردد اكبر من التردد الحرج. مين بقى اللي فسر؟ اينشتاين كما يلي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الحديث. استخدم اينشتاين فرض بلانك بان الضوء عباره عن فوتونات وطاقه الفوتون اي بتساوي اتش نيو ستوب. يبقى الحديثه لما هتيجي تفسر الظاهره هتستخدم نفس الفرضيه اللي استخدمها بلانك. اينشتاين استخدم فرضيه بلانك بان الضوء عباره عن فوتونز وطاقه الفوتون اي بتساوي اتش نيو.
طب اينشتاين هينجح ولا لا؟ هينجح. طب ويترتب على نجاحه تأكيد هذا المنطق. يعني اول ظاهرة استخدم فيها منطق ان الضوء فوتونز كانت اشعاع الجسم الاسود. تاني ظاهرة كان تأثير الكهروضوئي. طب في اللغة العربية التأكيد بيحصل من المرة انهي؟ التانية. جات في امتحان الازهر قبل كده، قال الظاهرة التي اكدت وجود الفوتونات هي الظاهرة النهون التأثير الكهروضوئي، لانها كانت الظاهرة التانية اللي يستخدم فيها التأثير وينجح، يستخدم فيها المنطق دوت، يعني يستخدم فيها منطق ان الضوء فوتونات، ونجح او نجحت الظاهرة او نجحنا في تفسير الظاهرة باستخدام هذا المنطق. ماشي. ثم وعلى ذلك فانه في ثلاث فروض بقى. لو كانت طاقة الفوتون اقل من دالة الشغل ايه اللي هيحصل؟ في المثال اللي بالارقام ده لو كانت طاقة الفوتون اقل من دالة الشغل هيحرر؟ لا. ولو فكنا بقى طاقة الفوتون دي اتش نيو، يعني اقل من دالة الشغل اتش نيو كريتيكال، شيل الاتش مع الاتش، هنا هيبقى التردد فعلا اقل من التردد الحراري، يبقى مش هيحرر، يبقى هنا لن يحرر. طب افرض طاقة الفوتون كانت قد دالة الشغل، كده يبقى ال H نيو هتساوي H نيو كريتيكال، شيل ال H، يبقى النيو قد النيو كريتيكال، فهنا بالكاد يحرر. طيب لو كانت طاقة الفوتون أكبر من دالة الشغل، يعني H نيو أكبر من H نيو كريتيكال، فال H لما هتروح يعني النيو أكبر من الحرج، يبقى هنا سيحرر ويظهر الفرق في صورة طاقة حركة مصاحبة للإلكترون المحرر. تعال نشوف على الأمثلة كده. يعني يا جماعة لو طاقة الفوتون ده كانت 3 يبقى مش هيحرر، كانت 5 يبقى بالكاد يحرر، كانت 8 يبقى هيحرر. مثلا الإلكترون ده ولما يتحرر هتصاحبه طاقة حركة قيمتها 3 إلكترون فولت. وعشان كده اسمع بقى قانون التأثير الكهروضوئي بتاع أينشتاين، أن طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر، يا رب رزقنا الفهم. هنا بقى حتة مهمة قوي، طبعا دي تاني مرة النهاردة نتكلم على الكي إي، بس الكي إي دي بقى غير الكي إي اللي فاتت. ركزوا معايا انتوا الاثنين عشان هسأل. طاقة الحركة المرة دي مصاحبة للإلكترون المحرر. طب وطاقة الحركة اللي كانت في السي ار تي كانت معطاة للإلكترون بعد تحريره. فاكرين لما قلت لكم اللعبة ان انا حذفت الكرة كده وبعدين بقوم شايطها بقى؟ تمام؟ الشوطة دي كانت طاقة الحركة اللي معطاة هناك. اما دي طاقة الحركة اللي هو طالع بيها من الأصل. يبقى منطقيا انه قيمة طاقة الحركة المرة دي اللي هي مصاحبة الإلكترون المخلوع من الايه؟ من المعدن، هتبقى أكبر ولا اللي فاتت أكبر؟ اللي فاتت أكبر طبعا بكتير. وهتبقى سرعة الإلكترون المتحرر من المعدن هتبقى هنا أقل. هناك كنت انت بتسلط عليه فرق جهد عالي طيره، فالناس تبقى فاهمة كويس، لأن الناس طبعا هتخش الدنيا ببعضها ويروح قايلك ايه؟ كي اي، اروح مساويها بكي اي اللي فاتت، لا طبعا روحنا في داهيه كده. هنا دي طاقة الحركة مصاحبة للإلكترون النهون المحرر اللي اتخلع بيها من المعدن. دوكية كانت ايه؟ طاقة الحركة اللي اكتسبها الإلكترون بعد تحرره عن طريق فرق الجهد بسبب الطاقة الكهربائية، فدي حاجة ودي حاجة. فمحدش بقى ناصح يقوم مساوي لي دي باللي فاتت، لا دي حاجة ودي حاجة، صح يا دجول؟ دي طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون النهون المحرر من المعدن، ماشي؟ ودي بقى هتساوي إيه بقى؟ طاقة الفوتون اللي ساقط ناقص دالة الشغل. وفي المثال إحنا قلنا لو الفوتون ساقط بطاقة 8 على معدن دالة الشغل 5 إلكترون فولت، مش كده هيخرج إلكترون مع طاقة حركة 3 إلكترون فولت؟ طيب يبقى العلاقة اهي، الكاينتيك انرجي المصاحبة للإلكترون المحرر بتساوي الإي بتاعت الفوتون الساقط ناقص دالة الشغل لسطح المعدن. طب المفكوكات، طاقة الحركة برضه نص كتلة الإلكترون المحرر في مربع سرعته، ودي اتش نيو للفوتون الساقط ودي اتش نيو سي.
طب النيو من مفكوكاتها سي على لامدا، ويبقى النيو كريتيكال سي على لامدا سي، وده خدنا الحصه اللي فاتت انه السي بتساوي لامدا في النيو. طيب الملحوظه الاولى، داله الشغل هي الحد الادنى من الطاقه اللازم لتحرير الكترون من سطح المعدن. يعني لو الحد ده كان 5 الكترون فولت، اذا الطاقات اللي ممكن تحرر 5 او اكثر، لان ده الحد الادنى. التردد الحرج، الحد الادنى من الترددات اللي ممكن يحرر. فلو كان مليون هرتز يبقى الترددات ممكن تحرر مليون او اكثر. لامدا كريتيكال ده الحد الاقصى للطول الموج اللي ممكن يحرر، فعشان كده الاطول الموج اللي تحرر هي قده او اقل. يعني لو كان 500 نانو يبقى اللي يحرر 500 نانو او اقل من ذلك. طيب هدي امثله سريعه كده. مثلا سقط فوتون طاقته 8 الكترون فولت على معدن دلت شغله 5 الكترون فولت، هتكون طاقة الحركة المصاحبة الالكترون 3 الكترون فولت. انا هطلبها منك بالجول، فانت يبقى ممكن تقوم ضاربها في كام بقى؟ في 1.6 في 10 بالسالب 19، او هدي لك دي 8 الكترون فولت ودي 5 الكترون فولت واطلب منك سرعة الالكترون. ومن هنا ممكن في خطأ فادح تقع فيه، اللي هو ايه بقى؟ هتطلع دي بتلاتة وهتعتبرها طاقة الحركة وتسلك منها السرعة. غلط. لازم عشان تسلك السرعة لازم الكينيتك انرجي تبقى بالجول يا استاذ، لان ده بالكيلوغرام وده بالمتر تربيع ساعة على ثانية تربيع. فيبقى لازما عشان تطلع السرعة لازم طاقة الحركة تبقى بالجول الاول، حتى هو لو ما طلبهاش ما ينفعش اطلع السرعة من طاقة الحركة وهي بالالكترون فولت. طيب كمل. سقط فوتون تردده كذا هرتز، هتضرب في ثابت بلانك، ده هيديك طاقة الفوتون بالجول، لأن ده بالهرتز وده بالجول على هرتز، يبقى ده بالإيه؟ بالجول على طول. على معدن تردده الحرج كذا هرتز، يبقى أنت هتضرب ده برضه في ده يديك إيه؟ دي بالجول. فكده طاقة الحركة اللي هتطلع معاك بالجول، فلو عايز السرعة هاتها منها على طول. أو هو يعوزها بالإلكترون فولت، يبقى أنت تحول بقى المرة دي من جول لإلكترون فولت. أو سقط فوتون طول الموج كذا نانو، ستوب، خد بالك، لو بالنانو هتحول للمتر الأول وتعوض بيه هنا، فانت هتجيب طاقه الفوتون بالجول. على معدن طول الموج الحرج كذا نانو، تحول برضه للمتر وتجيب من هنا داله الشغل وتسلك بقى امورك مع طاقه الحركه. او سقط فوتون الف طول الموج كذا على معدن فتحرر الكترون بسرعه كذا، ماشي، ثم سقط فوتون اخر باء على سطح نفس المعدن، هل سيحرر ام لا؟ وإذا كان هيحرر تبقى السرعة كام؟ سهلة. سقط فوتون ألف طول الموج كذا، هتسلك منه الطاقة بتاعته بالجول. على معدن فتحرر إلكترون بسرعة كذا، هتسلك منه الطاقة بتاعته، كده أنت جبت دالة الشغل. ماشي؟ يبقى ده من الحدوتة الأولانية. الحدوتة الثانية بقى، ثم سقط فوتون باء على نفس المعدن، هتاخد مين معاك؟ حد يرد؟ دالة الشغل. دالة الشغل هي هي، لأن المعدن إيه؟ هو هو. يبقى دي بقت معاك. طب الفوتون بقى ده بقى طول الموج كذا، تسلك منه الطاقه بتاعته ثم تقارنها بداله الشغل. ان كانت اقل يبقى هتقول مش هيحرر، ان كانت قد يبقى بالكاد يحرر، طب ان كانت اكبر يبقى هيحرر والفرق هيبقى طاقه الحركه وتسلك منه السرعه لو عايز السرعه. بسم الله، البياني في غايه الاهميه. العلاقه هذه كي اي بتساوي اي ناقص اي دبليو، وهنستخدم الارقام دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طاقة الفوتون، ردوا علي عشان ما تنرفزش. لو طاقة الفوتون كانت صفر هل هيحرر؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، يحرر بالكاد. يبقى دي الاي دبليو بدأ التحرير بطاقة حركة كام؟ صفر. طب لو طاقته 6 يحرر بطاقة حركة كام؟ 1. طب لو طاقته 7 هيحرر ويدي طاقة حركة كام؟ 2. طب لو 8 هيحرر ويدي طاقة حركة كام؟ 3. ويطلع اللاين كده اهو. الكومنت الأول، الرسمة الحلوة دي جابت كل فروض أينشتاين، اللي هو لو تردد الضوء أو لو طاقة الضوء طاقة الفوتون اقل من دالة الشغل ما هيحررش، قد دالة الشغل بالكاد يحرر. طب وكل ما تزيد طاقة الفوتون عن دالة الشغل يبقى هيحرر ويظهر الفرق في صورة طاقة حركة. الكومنت الثاني،
انه لما بتزيد طاقه الفوتون بتزيد طاقه الحركه بس مش بنفس النسبه، ده بيزيد ده بيزيد بس مش طردي، عشان ما جيش بقى تتخدع انت وتفكر دي زادت للضعف، دي زادت للضعف، لا دي مش علاقه طرديه، دي تزايديه. طيب كمل الكومنت اللي بعده. لو حبيت انا اجيب قيمه الميل من الاداء اللي كنت باديه، الميل ده اللي عنده ذاكره البوينت دي كانت قبال واحد ودي قبال اتنين، يبقى تغير الصادات قيمته واحد. طب نفس النقطتين دي كانت قصاد ستة ودي قصاد سبعة، يبقى تغير السينات واحد. الله، ده الميل يطلع هنا بكام؟ بواحد. ففعلا هنا الميل بواحد. الكومنت اللي بعده، لو انا مديت دي كده اهو هتلتقي مع دي فين يا استاذ؟ اقول لك، دي عشان انت عايز قيمة الصادات، فالصادات بالنسبة لك هي اللي مجهولة. طب ما النقطة دي تقع على محور الصادات، طب ما هتكون السينات بتاعتها بصفر. مش انت وانت عند الصادات كده اهو عند اي نقطة هنا ما تحركتش على السين ولا موجبها ولا سالبها، يبقى هتعوض عن السين بزيرو. تخيل كده انت بتسأل عن الصاد لما السين بزيرو، هتبقى الصاد بكام؟ سالب اي دبليو. فتلتقي او يلتقوا ببعض عند سالب اي دبليو. ولو انت عايز تتاكد لو مخك شغال يعني، الزاويه دي كام؟ حد يرد؟ 75. يبقى اللي قبالها 75. طب وده هي كام؟ يبقى دي هي كام؟ يبقى ده مثلث قائم متساوي لايه؟ يبقى الحته ده هي قد الحته ده هي، يبقى دي اي دبليو ودي اي دبليو. ماشي. وبلغه رياضيه بقى يعني قديمه قوي، اللي هو لو فاكرين لما كنا بنقول ايه؟ لو الواي بتساوي موجب او سالب AX، موجب او سالب B، معامل الX ده بيلعب دور الميل دايما، والجزء المقطوع من الصادات يمثله الحد المطلق، ده اسمه المقطوع من صاد. اوكي، لو عملنا اسقاط بقى هنا على الاداء ده، مش دي اللي ساكنه على الصادات يبقى دي الواي، ودي اللي ساكنه على السينات ايوه يبقى دي الاكس. طب الميل يبقى بكام؟ بواحد. الميل هنا قيمته كام يا اخوانا؟ واحد. ماشي، وبعدين يا استاذ؟ والجزء المقطوع هيبقى سالب اي دبليو. كمان مره عشان انا اللي سرحان، مش دي بالنسبه لي الصادات يا جماعه؟ ايوه. ودي السينات يا جماعه؟ ايوه. يبقى الميل قيمته واحد والمقطوع اسمه سالب اي دبليو. الكومنت اللي بعده، افرضوا انا عندي معدن تاني ده اللي شغله ثلاثة، يتمثل ازاي على نفس الرسم؟ ترجع تبدأ من عند الثلاثة وتمشي موازي، لان الميل هيطلع بواحد برضه، صح؟ وبرضه تتقاطع هنا مع السالب ثلاثة. طب افرضوا انا عندي معدن ده اللي شغله سبعة، يبقى هتبدأ من عند السبعة وتتحرك كده اهو كده اهو كده اهو موازي برضه، وهنا برضه تتقابلني عند مين؟ عند السبعة، عند السالب سبعة. طب انا بقى لو سميت لك المعادن دي الف باء جيم، وبقول لحضرتك اي المعادن يفضل ان تستخدمه لكاثود خليه كهروضوئيه؟ انهين فيهم الاحلى؟ ما حدش بيرد عليا. الف، لان ده اللي شغله ايه؟ قليله، وبالتالي هيبقى تحليل الالكترونات منه ايه؟ اسهل. ثم لو الثلاث معادن دول سلطنا عليهم ثلاث الكترونات فحرروا من الثلاث معادن، انا اسف، الثلاث معادن دول سلطنا عليهم ثلاث فوتونات متماثله، ثلاث معادن الف وب وجيم سلطنا عليهم ثلاث ايه؟ فوتونات متماثله، فالثلاثه اتحرر منهم الكترونات، مين انهي ابطا الكترون؟ جيم، لان داله الشغل بتاعته هتبقى كبيره، فعقبال ما هتحرر منه يبقى انت هتستنزف اغلب طاقتك، فالمتبقي لطاقه الحركه هيبقى قليل جدا. طيب لو مثلنا ده بقى هيبقى اداء شبهه بالظبط. لو فكرنا بالراحة، لو التردد أقل من الحرج يبقى مش هيحرر، هيبدأ التحرر من عند التردد الحرج اللي هو نيو كريتيكال، وبعدين كلما زاد التردد تزداد طاقة الحركة. طيب هنغشها الرياضة بقى على طول، دي بالنسبة لنا الصادات اهي، والسينات هي النيو، فيبقى الميل على طول هنا بيساوي مين بقى يا اخوانا؟ اتش. طب والجزء المقطوع لو مديت كده اهو سالب اتش نيو سي. طب ما هي هي على فكره سالب اي دبليو. وبعدين الكومنت اللي بعديه، مش هي دي برضه حققت فروض اينشتاين وحققت المشاهد العلميه او العمليه؟ التردد لو اقل من الحرج مفيش تحرر، لو قد الحرج يا دوب يحرر،
كل ما تزيد عن الحرج هيحرر ويجيب لك بالفرق طاقة حركة. الكومنت اللي بعده، لو عندك معدن تاني تردده الحرج اقل، يبقى هتبدأ من عند نقطة هنا اهو وتتحرك كده اهو، والميل بتاعك برضه هيبقى اتش. طب لو من هنا اهو هتتحرك كده اهو برضه، يعني برضه هيبقى كله موازي لبعضين. طيب يجي عندنا بقى خمس اسئلة، تمام، كلها نظرية هقولها شفوي كده، بس الاسئلة اهم من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، السؤال الاول، سقط ضوء اخضر على سطح معدن فحرر منه الكترونات، تمام، ايه اللي يحصل لو استبدلنا الاخضر ده باصفر مره وازرق مره؟ الاصفر هيبقى له ثلاث احتمالات، ان كان تردده ما زال اعلى من الحرج سيحرر ولكن بطاقه حركه اقل من التي حرر بها الاخضر. طب وان صادف تردده التردد الحرج فانه بالكاد سيحرر. اما ان زاد ان كان تردده اقل من الحرج فانه لن يحرر. اما الازرق فهو كده كده تردده اكبر من الاخضر فسيحرر ويكسب الالكترون المحرر طاقه حركه اكبر من التي اكسبها له الاخضر. 2 من 5. السؤال بيقول سقط ضوء اخضر على سطح معدن فبالكاد حرر، بالكاد حرر، ايه اللي يحصل لو اسقطنا اصفر؟ لن يحرر، مفيش غير احتمال واحد. طب لو اسقطنا ازرق؟ سيحرر ويكسب الالكترون طاقه حركه. 3 من 5، وده اهم واحد، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ضوء اخضر سقط على سطح معدن ثم زيدت شدته، قول لي كل اللي تعرفه. زيدت شدته يعني الضوء بقى اقوى، يعني المصدر جبت مصدر اكبر او قربته، فالبقعه الضوئيه تركزت في مكان يعني اقل، فيبقى هنا الشده زادت. يعني ايه الشده زادت؟ عارف الدش لو انت فاتحه نص نص كده وبعدين زودته، يبقى معدل سقوط القطرات قد زاد. يبقى المنظور الفوتوني للشده هو تزويد معدل سقوط الفوتونات على السطح، يعني بلغة أخرى زيادة عدد الفوتونات الساقطة على نفس المساحة في الثانية. طب دون تغيير في إيه؟ جت في عيني دون تغيير كينونة الفوتون نفسه، يعني الفوتون نفسه إيه بقى؟ ولا تردده زاد ولا طول الموج يتغير ولا أي حاجة، ما الفوتون زي ما هو، بس العدد إيه؟ العدد بتاعه هو اللي كتر. ده هينعكس على ايه بقى من المعدن؟ هينعكس على عدد الالكترونات. انا خايف من بتاع دي يا جماعه. ده هينعكس على عدد الالكترونات المتحرره من سطح المعدن في الثانيه. هيزداد معدل خروج الالكترونات من سطح المعدن دون انا بقول نلغي ام الحصه دي. عمال تلعب بالبتاع، خرمت عينك. قال لك لما تكون بقى بتضحك ومش عارف توقف الضحك تبص لضوافرك. والله بتضحك تضحك ده المجنون. لا بص لضوافرك كده بتضحك يبقى انت مش طبيعي. المهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هينعكس ده على الالكترونات اللي خارجه من سطح المعدن، انه العدد بتاعها او المعدل بتاع خروجها هيزداد. يعني كده بدل ما كان مثلا بيخرج 5 الكترون في الثانية هيخرجوا 10، ويبقى اللي ماشي في مقطع السلك من الالكترونات هيبقى يزداد، يبقى كده التيار زاد ولكن سرعة الالكترونات نفسها هتظل ثابتة. عيد، حاضر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو زيدت شدة الضوء يعني معدل سقوط الفوتونات فقط هو الذي زاد دون تغيير في كينونة الفوتون ولا تردده ولا طول الموج ولا سرعته ولا أي حاجة، وبعدين هينعكس ده على الالكترونات، هيزيد عددها اللي خارج كل ثانيه، فبالتالي هيزيد التيار الكهروضوئي دون تغيير سرعه الالكترونات. ماشي. السؤال الرابع من اصل 5، لو انا زودت التردد بس مع ثبات العدد اللي بيسقط كل ثانيه، يبقى الطول الموجي هيقل، سرعه الفوتونات ما بتتغيرش. طيب ايه اللي هيحصل للالكترونات المحرره؟ عددها طالما عدد الفوتونات ثابت يبقى عدد الالكترونات المحرره ثابت، وبالتالي طالما عدد الالكترونات المحرره ثابت هيبقى التيار ثابت، ولكن هيحصل تغير. ايه هو بقى؟ مش طاقه الفوتون زادت لما زاد تردده، يبقى
طاقة الإلكترون المحرر زادت يبقى سرعته هتبقى زادت. يبقى إذا زيد تردد الضوء الساقط فقط مع ثبات عدد الفوتونات الساقطة كل ثانية، هيبقى عدد الإلكترونات المتحررة كل ثانية ثابت، فالتيار ثابت ولكن سرعة الإلكترونات المحررة قد زادت. السؤال الخامس، ودي حالة خاصة، سقط فوتونان متماثلان على نفس المعدن، هل من الممكن أن يحرروا إلكترونين بسرعتين مختلفتين؟ ممكن، بس هنا بقى مش هتطبق القانون ده. هتشتغل بقى ازاي؟ بالرسمة دي. لو في فوتونين زي بعض بالظبط، ده 10 إلكترون فولت وده 10 إلكترون فولت، ده حظه انه اصطدم بإلكترون من الطبقة العلوية فحرره، اما ده بقى حظه انه مثلا كانت السكة مفتوحة في المسافات البينية فعبال ما اصطدم اصطدم بده فحرره من الطبقة، وده اصلا كان عايز ايه 7، فده هيتحرر ومعاه 5، ده احنا معتبرين ان اللي كل واحد من دول معاه 10، فده حرر من هنا فيحرر الكترون معاه 5، ده يحرر الكترون ويبقى معاه 3 بس. فهمتوها؟ فهمتها دجوي؟ يعني اذا يعني ممكن فوتونين زي بعض ويحرروا الكترونين مختلفين في الطاقة، ده اذا حرر ده من طبقة وده من طبقة. انت فاهمها ولا اقول لك بطريقة تانية؟ عندنا في البلد ده بالظبط بالنسبة لنا طاجن رز معمر كده، البرام بتاع رز معمر، فده بقى فيه لحمة يا جماعة، يعني كل رز كده وبقى فيه لحمة بقى، بس اللحمة دي غير مرئية، مدفونة جوه الرز. انت بقى لما تيجي تاكل، لو البرام ده كبير كده تمام، وانت بتلتزم بآداب الطعام ان تأكل مما يليك تمام، فبتبقى بقى أرزاق. اما تيجي تدب المعلقة تمام، لو اللحمة طلعت على طول يبقى انت مرزق تمام، خدت من ده. طب افرض بقى انت عمال يعني تاكل في الرز واللحمه بتاعتك عميقه، تنك تدور بقى على حد، انت هتفضل تاكل رز لحد ما تبقى انت شبه المنباره، مليان رز من جوه عبال ما تجيب اللحمه اللي تحت، فبتبقى ارزاق. ده لا اللحمه على الوش، وده جاب لسه ايه من العمق، فاستهلك عبال ما خلص الموضوع. يبقى بص الحته دي والله استرك. طيب كده احنا خلصنا الجزئيه ديت، وان شاء الله المره الجايه هنبتدي من كومتون. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.